الأمانة تعتبر من الصفات الهامة والأخلاقيات الهامة التي يجب على المسلم أن يتصف بها. فلقد لقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين، والغش والخيانة أحد الكبائر التي تحرم المسلم من دخول الجنة. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. أحبتي في الله، إلا لم يجد رائحة الجنة. ومهما كان الإنسان عاقلا وحكيما فقد تفلت منه الفرص. أصغ لأصوات محبيك لتقتنصها.